امام عاشور كمان النهارده عمل مباراه حلوه قوي. يعني انا حسيت هو ده امام بتاع الزمالك، يعني امام بتاع الزمالك اللي كان بياخد لك الكره 30 40 يارده، أيوة. بياخد الكره يرقص واحد واثنين، بيعمل ميز، يعني في حاجات بيعملها كتير، ميز باص وكده، بس في الاخر بياخد الكره ويروح يهاجم ويشوط. لا لا، امام لعيب كبير ولسه ما وصلش برضه للحاجات اللي في الاخر الناس مستنياه منه، يعني لسه قدامه. وبعدين هو مركز النهارده افضل لاعب في المباراه، اخر مباراه في كاس العالم، في كاس العالم كان هو افضل لاعب في المباراه، فيبدو انه خلاص يعني جاب مستواه. انت بتقولي لسه؟ لا لسه، لسه لا لسه، في حاجات كتيره. يعني امام ساعات يعني برضه ساعات دماغه كده بتعلى معاه، فساعات في ماتش وقع، في يعمل ميز ماتش كتير، بس ساعات برضه لا، امام في حاجات لسه ما عملهاش، لان امام بيكمل الهجمه، بيشوط يمين وشمال.